أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الطفل الذي يبلغ 7 سنوات إذا لم يكمل العمرة وترك السعي ورجع إلى بلده، ماذا يجب عليه أو على وليه؟ يجب على وليه أنه يعيد عليه ملابس الإحرام ويرجع به ويكمل عمرته، لأنه ما زال محرما، فيخلع المخيطات ويتجنب محظورات الإحرام ويرجع ويكمل العمرة. نعم.